عليكم، مرحبا بكم في قناة فيروس كرافت تايم. نتمنى تكونوا بأفضل حال. بالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة لأول مرة، اشتركوا الله يخليكم، فعلوا الجرس، ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ما تبخلوش بالبارطاج مع صحابكم، لأن التشجيعات ديالكم ودعمكم غادي يعطيني قوة أكثر باش نزيد بالمحتوى واللي أفضل وأفضل. وشكرا جزيلا لكم بزاف، ولهلا يخطيكم عليا. إذن فكرة اليوم عبارة عن بلاطو سهل سريع الصنع راقي، كيصلح لتقديم أتاي أو الحلويات. ممكن نوضع فوق منه دي زاكسيسوار ديال الديكوراسيون، ممكن يصلح كبلاطو للخطوبة، نزيدو عليه إضافات كورود بيضاء ولا شي حاجة بحال هكا. نتمنى الفكرة تعجبكم ونخليكم مع لا فيديو. اذا اول حاجه غادي نحتاج القطعه خشبيه كونتر بلاكي بهذا الشكل. غادي نحتاج البابي اديسيف، انا كنت خدمت به وشاط لي منه هذا الطريف. غادي نحتاج لي بواني، اختاريتهم انا في اللون الاسود، ومعاهم لي فيس ديالهم. غادي نحتاج مقص، قلم الرصاص، وليصاق. اول حاجه غادي ناخذ البابي اديسيف، غادي نسرحه وغادي نحط فوق منه هذه القطعه ديال الخشب. خدها مزيان وغادي نطرسي فوق منها بقلم الرصاص. غادي نبقى ندوز قلم الرصاص على جميع الاضلاع باش تراسى ليا في الورقه. من بعد غادي نقطعو باش يعطيني الشكل ديال الخشبه اللي عندي. غادي نحاول نروليه بالعكس باش يجيني ساهل في التقطاع. يعني بعد ما قطعته بهذا الشكل هذا، دابا غادي نبدا نلصق فيه على الخشبه اللي عندي. هو راه اصلا تتكون فيه اللصقه ديالو، غادي نحيد غير الورقه التحتانيه وغادي نبدا نلصق فيه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، ممكن يعوضوه بقطعه ديال الزاج مرايه، او يصبغوا القطعه ديال الخشب اللي عندهم، او يعوضوه بالكرتون ديال الحلوه اللي كنستفوا منه الحلوه. قعدوا اقتراحات ممكن تعوضوا بهم البابي اديسيف. بقى كنلصق شوي بشوي وانا كنفرغ في الهواء باش ما يبقاوش هذوك الفقاعات ما بين البابي ديالنا والخشبه، وغادي تقلع لنا من بعد. هنايا بعد ما لصقته تماما كيف ما كتشوفوا، انا اللون راه صابغاه. دابا غادي نبدا نقطع هذوك الزوائد اللي شايطين ليا رقاق، نبدا نقصهم بهذه الطريقه هذه. نبقاو نوركو بصبعنا باش يلصق من الجناب.
باش ندرك هذاك العيب اللي بقى ليا في الجناب كيبان انا هنايا راه لصقت وحدين. غادي نوريكم غير الطريقه كيفاش درت. قطعت البابي اديسيف لهاد الشرائط وغادي نبدا نلصق فيه على هاد الجناب. غادي نستعين باللصاقه لانه كما كتعرفوا الكونتر بلاكي كي تيكون تيتفرتت شويه من هاد الجناب ما غاديش يبغي يلصق ليا فيه البابي اديسيف باللصاقه ديالته. داكشي علاش عاونت باللصاقه. غادي نديروها هي الاولى بحال هاد الطريقه ونخليوها تنشف واحد شويه باش يثبت لنا فيها البابي اديسيف. غادي نلصق البواني. انا راه فات مني لصقت واحد غادي نلصق الاخر معاكم. غادي نشوف البلاصه اللي تكون مقابله مع الاخر يكون نفس القياس نفس العبار هذه الطريقه. غادي ناخذ الفيس وغادي نحاول نثبت واحد شويه بصبعي نضغط عليه من الفوق. ثم غادي نثبتو بالتورنوفيس. بمجرد انكم كدوروا غير واحد شويه صافي كيدخل بلاصتو. راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا واعره ولا خاصها شي مجهود. كما كتشوفوا هو المسمار ثبت معايا وغادي نزيد نثبتو مزيان بالتورنوفيس. اذا كيوليو بحال هذا الشكل هكا فاش لصقتهم. دابا غادي نحاول ندرق هذاك العيب اللي بقى ما بين الورق اللاصق اللي الفوق اللي في الجناب. غادي نبدا نلصق عليهم هاد لي استخاص. هاد لي استخاص راه كان عندي ونورمالمون كيصلح للتنبات وانا استعملته لانكم كتعرفوا راه حنايا في حجر صحي ما عنديش فين نخرج نجيب مستلزمات جداد. يعني كنقضي غير بالحوايج اللي عندي في الدار. غنبقى ندير في اللصاقه كما كتعرفوا دائما الا بغينا نخدموا بها كنديروها هي الاولى كنخليوها تبرد واحد شويه عاد كنلصقوا بها باش تلصق لينا مزيان. اذا هذا هو البلاطو ديالنا من بعد ما لصقت لي زيستراس.
كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون عجبتكم الفكرة ديال اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس، بارتجوا على قد ما قدرتوا مع أصحابكم وأحبابكم، ونتلقى إن شاء الله في فيديو جديد.